ياسي محجوب، ياسي محجوب، وسع بالك. نعرف فما 100 سبب يخليك تخمم في الانتحار، اما حاول تلقى حاجه واحده تخليك تحب تعيش. يا شسمك راك ماكش فاهمه الحكايه من اصلها. انا راني جربت كل شيء في حياتي، ريت انت الحرام والحلال الكل جربته. بقاتي حاجه برك، قلت خل نقضي على الروتين، ولا جا البالي قلت نجرب الموت. بيه علاش ما عملتش كيما تفهمنا المره اللي فاتت؟ مش قلنا باش تشوف وحده تونسك وتاخو بخاطرك وتحط همها على همك، ولا انت استنست بعزرائيل وسليم؟ راني فركست على بنت حلال ما لقيتش. اسمعني سامحني كي مش نقاطعك سي محجوب، اما ظهر فيك ما فركستش مليح، خاطر بنات الحليل موجودين بارشا في البلاد وما همش معرسين، وماذا بيهم شكون يفركس عليهم؟ زعما نزيد الفركسه؟ لا توا مادام قررت باش تنتحر اكهاو انتحر وتوكل على الله، لا ادريسك العاده معاوة عيشك. اعطيني مهله على الاقل نزيد نخمم فيها شويه. يا سي محجوب راني بعثت سي ميساج للكيب ميديكال وعملت ريزرفاسيون في المورغ والامبولانس هاي في اثنين. مورغ عيشك ما نحبش الموت، ما نحبش الموت. ها باش نعطيك فرصه اخرى المره هذي، اما راهو المره الجايه تعاود تتكلم نبعث لك الامبولانس ديريكت. بيه بيه موعدك موعدك اني هذه اخر مره. سيد الرئيس العيشة بيناتنا ولات مستحيلة، عرك ومشاكل كل يوم، هو مش حابب يتبدل وانا ما عادش نجم نزيد نصبر اكثر من هكا. المشاكل والعرك اللي ما بيناتكم يوصل ساعات العنف؟ العنف ذاك اللي مازال. مدام جاوبني عايشك، ما صارش بيناتنا تبادل عنف، حتى عنف لفظي لا، حتى عنف لفظي لا. علاقتنا من أول ما عرفنا بعضنا كانت مبنية على احترام، والحمد لله قعدت هكاك. ملا الواش الإصرار على الطلاق مادام فما الاحترام والكرامات محفوظة؟ سيد الرئيس الحاجة الوحيدة الثابتة اللي قعدت ما بيناتنا هو الاحترام، وإذا كان باش نواصلوا مع بعضنا حتى القدر باش يتيح، وهذا باش يصعب علينا برشا حاجات بعد الطلاق، خاصة وإحنا بيناتنا صغار. سي جلال عندك تعقيب على كلام زوجتك؟ لا يا سيد الرئيس، حبيت نقول لك اللي هي حابه عطلاق مش انا. انا حاولت معاها كل شيء، قلت لها اللي المشاكل تنجم تتحل. ما فما حتى حل جلال، وانت تعرفها كم مليح. مدام نجم نسالك سؤال محرج شويه باش الصوره توضح اكثر؟ عندك شكون في حياتك؟ يعني عندك برنامج بعد الطلاق؟ سيد الرئيس سامحني نجم تعفيني من سؤاله؟ انا يظهر لي حسب رايي زيدوا تقعدوا مع بعضكم اكثر، هذه جلسه صلحيه الاولى، ان شاء الله الجلسه الجايه تكونوا تجاوزتوا الخلاف. قل لي عندك شكون في حياتك؟ يا ابني ناس تخسر. خبسني ما قص ذويفرك. ذويفري فتنزيد نعمل لك المانيكير كان تحب. اسمع ونبه عليكم جاي نعاون فيكم مش بتسمعني الكلام. وسع بالك بيومي. وسع بالي ولا لا عذر فيها ضربه تخش علي يا بيومي. واه 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 شبي دبدب نكذب وقصته تيجي يا شسمك فضلك معاك كاي ان شاء الله. يا بالحق تغشش يعطيني الفيني ديما متبري مني. حتى انت زاد فضلك معاها هذيك بيومي ما عنده وين يدور الريح راه. واه اسمه بيومي ها؟ هاي تروا كا موتيني موتيني
نعاودو موطني موطني الجمال والجمال والجمال الشتاء في رباك في رباك مشيتش نعاودو تروع كاشوينت هاكا وسلان جوقة كاملة حتى لي في الكليك هنا دار ثقافة هذي تخابة ما فما حد في الكونسرفاتوار استاذ يعني جبتهم معايا اي جبتهم معاك ما شوف في لاكوي شكون يجم يتلهى بهم وانت تغني معاهم زي شباب بابا 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 الموسيقى فن راقي يا دكتور وهو كذا تروى كاد تحت الياسمين في الليل اسمع الورد الحريق اي رقصان علي تمسحني في دمعة جد المثالية أنا ما نعرفش علاش إسا تفكرني في أمي سيسي أنا تفكرني في ساندريان إسا ساندريان؟ نقصد مرتبو ساندريان مخيبك سبني يا أخي جلال ما طلبش اليوم؟ ما طلبش أما سي توفيق قال لي مش جاي ترى شنو سبته؟ إنا شوقي قال اللي هو عنده جلسة متاع طلاق كتير لحاق يطلق ضربة واحدة هي نعم وزيد قال لي اللي هي طلبة طلاق رجع من منسبة اسمع كالساكوتين يطلع من عمره ساليتوش يعني بيتا ويا جماعة عنده جلسة صالحية بالك تصالحوا وتفهموا في الحكاية خايتي أمورهم أنا هذيك علاش وخرت على العرس على المشاكل ذوما ترسيلي في المحاكم ونجري على النفقة أون بليس رجال كل عقرب شوكتهم واقفة تعرفش على الضربة وين تجيك انا اسيا عجبتني برشا فاست مأجلة العرس اما بربي سؤال واحد كيف ما اجلتش كيفاش بربي يا محلقينا شحاليكم اسم انا راني موت على الحلق بربي كل غزلتان تاع الفيلو يبتع برشا سامحني انتي مزروب بيهما اي انا خاتي كالي نزيد نقعد اما مني مسافر لفرنسا قلت نعمل زنالز تاعوني وخايتي سبيطاراتهم الغلي والكويش فعلي كارسولا انت ماشي لفرنسا تحوس ولا خدمه واه يا فرنسا نزيد فيها خدمه كيف باش نكتب صديقي غادي زين من الهمله والعزوبه يا زمرت الاستقرار ضربت يا وحايده مالا قالي دبرت فرنساويه واه فرنساويه راه في راسك وخايتي تعرف بيومي بيلك سمعت الطفلة صغيرة تغني حسيت بحاجة هكا هكا صوتها عاجبك ليش من صوتها بشتبدأ لي فيروزة تلاقي معك كي تغني تحس هكا تغني بصدق والكلام اللي تقول فيه كينو خارج من قلبها شنو هي الغنية موطني موطني تم 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 تعرفها بيومي بيومي حتى انا واش كنا نحكي موتني موتني حبايب انا نسيت النوم يا توفي نساني عالسني مرات النوم يا توفي نساني انا حبيتك حبيتك انا حبيتك حبيتك يا بتيخ مش خليه علي بلاصة
Allô, service d'urgence? يا سليم المدينة العربي كلها زناقي ذوايق والدار مازالت بعيد. ايه تو كالعادة انا هز لارمور ميديكال وبيوم يخلط علينا البرونكار. برونكار برونكار ما ينجمش يمشي يعني عجلية تتكسر. خذ في مخك بيومي يمو كالعادة يجيب البرونكار الصغير الاصفر. اش معناها؟ معناها باش يهزونا ابييري كل مرة هكا معاكم يا اخي انتوما. وانت شكون قال لك اخرج معانا؟ اش بيك تغزر لي؟ نغزر وين نحب يا سيدي. اسكتوش عليا انتوما توا. مش نعمل سليم سليم ليش ليش لقيت حل ليش جيت مدة تغرم بنكلتي كفتيجي ولا مقرونة حتى كذبة يهبط عليها بديه بسقي لي نهار أمي قتلي بنيتي هاو ما كلتك فيها العسل ليه يا أمي أمراني من طيب ونقلي كان بزيت نجمة من نهارتها بابا ما عودش حد زيقه في كوجينتي وأمي تدكك عليا وتغني نجمة محلاها كلمة في فمي كلمة في فمي نجمة راك حرة استحفظ على صحتهم ورد بالك عليهم وودهم جولدينا بلوس راهي جولدينا بلوس غنيه بالاوميغا 3 وما فيهاش ترانس وكانك على الكوليسترول اتهنى ما فيهاش كوليسترول بالكل جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. الباك لي 3G متاع أوريدو يرجع مرة أخرى ومعه انترنت 4 جيجا شهر كامل ب 19 دينار أكاهو. تمتعوا بأسرع وأقوى كلي 3G وغارنتي خير منها ما تلقاش. أحسن فورمول بأحسن كلي 3G ما بتعرفها. عسلامة أخويا. احنا ليكيب ميديكال سامحنا كي جيني كم مخرة مرة هو تعطلنا في الثنية. مرحبا هاي تفضل. يعيشك. بيومي ما تنساش تجيب البروكار في يدك. باهي باهي معلم. بالله يدي معايا خلنا هبط البلونكار. هاي تفضل. مرحبا بي. وين المريضة عايشك؟ في الداخل هي أمها. شنو عندها بربي؟ فدتها وجاعة في قرشها ما نعرفش منش. قتلي في البيت هذيك؟ إيه نعم. إخوة من قصدين ربي. الأخ فرم اللي معانا. وأنا بيومي شوفر الأمبيلانس. هذاك اللي هز البروكار. متشرف. أما الأهل عندي منقبات. ولا يجوز دخول الأجانب عليه. أنا وياها توانسة راه. يا أخي تشوف فيا ألمانيا عينيه خضر شعري أصفر. مش يقصد الأجانب هذوكم، يقصد بالأجانب حاجة أخرى. سامحوني. أنا ما نقبلش الاختلاط في داري. سامحني بربي أنا اختلاط، هذايا راهو فرملي، أون بلوس محلف راه. المحلف عندكم غير المحلف عندنا. عندنا وعندك. يمالا دون سوكا خلينا نروحوا. رجاء يعيشكم. هيا أنت. بنية حالتها صعيبة. هذا عمل إنساني. ماذا بينا خليوا الاختلافات الفكرية على الشارع ومش مشكلة كان تقوموا ببعض التنازلات زادة. أبدأ يقدر يفكر لغة الخشبية نتاعو. أي على شرط كي نجيبوش نخرج وهي خرجها معنا واحد من الأوليد على البرونكار ما نجموش أنا وياها راه. باهي كيما تحب. على ذكر الاختلاط بربي كيفاش تعمل بنتك في قسم كله بدات القسم نتاعها بطلتها من القراية. بربي على حسابك حتى طفلة ما تكمل قرايتها وانت كي تجيب باش تداوي بنتك تهزها الراجل. هاي نجلة هاي. الله أعلم صدق الله الحق.
هاي مشي وصليو ها؟ لخوة مسلمين ماهو؟ اي اي انا مسلم ما شنو؟ اي انا مسلم اما اما شنو؟ اما مش متوذي اي حتى انا مش متوذي باهي هاي مشي مع بعضنا على خاطر ما نجيبش خليكم وحدكم هوني وطو نتوضاو في الجامع اي مسلم ما يجبش تسلك الليلة هم ثلاثة مرزق الله ولي الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم والسلام صح والله ربحت فينا اجر صليت الصبح يا سليم حس في روحك كي ملايكه تاعي ما فماش ما احلى من سليم ما لقيتوش صباتي سليم صباتي ما لقيتوش وين ما لقيتوش يدخل لي تهز حطيته تم صبت جدي بيومي صباتك ولا جيت حفيانه مش مشكلة أخ بيوم تو في الدار نعطيك نعل نعل تضحك سليم نعرفهم راهم دي بلاسمونيت نار الجمعة كلهم كوارث ساوى تيك توك تي شنو ترى سايب سايب المرأة طلعت عندها مسرانة زايدة لازم نهزوها معنا للكلينيك أمانك جيب البرونكار وينو بيومي يا أخي؟ بيومي مشي يفركس في مولا الهامر اللي جينا فيها هي والراجل وينو؟ مشي يفركس في نعل البيومي نعل؟ هيا ما صلي ما في فيت شمس تزرق علينا را هيا هيا شنو يبت؟ هيا فيسا معلم دي ماري هيا هيا عش خوي هيا دي ماري يا جماعة شمامة راكم هزيتولي المرأة في بقعة الطفلة ها؟ هزيتولي المرأة في بقعة الطفلة كليت خوجيم تاع أريدو يرجع مرة أخرى ومعه انترنت 4 جيجا شهر كامل ب 19 دينار أكاهو تمتعوا بأسرع وأقوى كليت خوجي وغارانتي خير منها ما تلقاش أحسن فورمول بأحسن كليت خوجي ما بتعرفها عسلامة أخويا احنا ليكيب ميديكال سمحنا كي جيني كم مخرة مرة هو تعطلنا في الثنية مرحبا هاي تفضل يعيشك بيومي ما تنساش تجيب البروكار في يدك باهي باهي معلم بالله يدي معي خلنا هبطل بلونكار هاي تفضل مرحبا بي وين المريضة عايشك؟ في الداخل هي أمها شلون عندها بربي؟ فدتها وجيعة في قرشها ما نعرفش منش قلت لي في البيت هذيك؟ إيه نعم الأخوة من قصدين ربي الأخ فرم لي معانا وين بيومي شوفر لومبيلونس هذاك اللي هز البروكار نتشرف أما الأهل عندي منقبات ولا يجوز دخول الأجانب عليه أنا وياها توانسة راه يا أخي تشوف فيا ألمانيا عيني خضر شعري أصفر مش يقصد الأجانب هذوكم يقصد بالأجانب حاجة أخرى سامحوني أنا ما نقبلش الاختلاط في داري سامحني بربي أنا اختلاط هذايا راهو فرملي أون بلوس محلف راه المحلف عندكم غير المحلف عندنا عندنا وعندكم يمالا دون سوكا خلينا نروحوا رجاءً يعيشكم هيا أنت
تنيا حالتها صعيبة. هذا عمل إنساني، وماذا بينا خليه الاختلافات الفكرية على شجرة، ومش مشكلة كان تقوموا ببعض التنازلات زادة. أبدأ يضرب فكر لغة الخشبية متاعه. أي على شرط كي تجيبوش نخرجوها، خرجها معنا واحد من الأولاد على البغونكار، ما نجموش أنا وياها راه. باهي، كيما تحب. على ذكر الاختلاط بربي، كيفاش تعمل بنتك في قسم؟ كله بدات القسم متاعها؟ بطلتها من القراية. بربي، على حسابك حتى طفلة ما تكمل قرايتها، وأنت كي تجي باش تداوي بنتك، فزها الراجل. هاي نجلة هاي. الله أعلم. صدق الله الحق. سلامة. هاي مشي وصليو. ها؟ الأخوة مسلمين ماو؟ إيه إيه أنا مسلم، ألا شنو؟ إيه أنا مسلم، أما... أما شنو؟ أما مش متوذي. إيه حتى أنا مش متوذي. باهي هاي مشي مع بعض، على خاطر ما نجيبش خليكم وحدكم. ياسي محجوب، ياسي محجوب، وسع بالك. نعرف فما مية سبب يخليك تخم في الانتحاء، أما حاول تلقى حاجة واحدة تخليك تحب تعيش. يا شو اسمك راك ماكش فاهمة الحكاية من أصلها. أنا راني جربت كل شيء في حياتي، ريت شنتي الحرام والحلال الكل جربت. بقاتني حاجة برك، قلت خل نقضي على الروتين، ولا جا لبالي قلت نجرب الموت. بيه علاش ما عملتش كيما تفهمنا المرة اللي فاتت؟ مش قلنا باش تشوف واحدة تونسك وتاخو بخاطرك وتحط همها على همك، ولا انت استنست بعزرائيل وسليم؟ راني فركست على بنت حلال ما لقيتش. اسمعني سامحني كي مش نقاطعك سي محجوب، اما ظهر فيك ما فركستش مليح، خاطر بنات الحلال موجودين بارشة في البلاد وما همش معرسين، وماذا بيهم شكون يفركس عليهم؟ زعما نزيد الفركسه؟ لا توا مادام قررت باش تنتحر اكهاو انتحر وتوكل على الله، لادريسك العادة معاوة عايشك. أعطيني مهلة على الأقل نزيد نخمم فيها شوية. يا سي محجوب راني بعثت سي ميساج للإكيب ميديكال وعملت ريزيرفاسيون في المورغ، والأمبولانس هاي في الثنين. مورغ عايشك ما نحبش نموت، ما نحبش نموت. ها باش نعطيك فرصة أخرى المرة هذي، أما راهو المرة الجاية تعاود تتكلم نبعث لك الأمبولانس ديريكت. بيه بيه موعدك موعدك إن هذه آخر مرة. سيد الرئيس، العيشة بيناتنا ولات مستحيلة، عرك ومشاكل كل يوم، هو مش حابب يتبدل وانا ما عادش نجم نزيد نصبر اكثر من هكا. المشاكل والعرك اللي ما بيناتكم يوصل ساعات العنف؟ العنف هذا اللي مازال. مدام جاوبني عايشك، ما صارش بيناتنا تبادل عنف، حتى عنف لفظي لا، حتى عنف لفظي لا. علاقتنا من أول ما عرفنا بعضنا كانت مبنية على احترام، والحمد لله قعدت هكاك. ملا الواش الإصرار على الطلاق مادام فما الاحترام والكرامات محفوظة؟ سيد الرئيس، الحاجة الوحيدة الثابتة اللي قعدت ما بيناتنا هو الاحترام، وإذا كان باش نواصلوا مع بعضنا حتى القدر باش يتيح، وهذا باش يصعب علينا برشا حاجات بعد الطلاق، خاصة وإحنا بيناتنا صغار. سي جلال، عندك تعقيب على كلام زوجتك؟ لا يا سيد الرئيس، حبيت نقول لك اللي هي حابة على الطلاق مش أنا. أنا حاولت معها كل شيء، قلت لها اللي المشاكل تنجم تتحل. ما فما حتى حل جلال، وأنت تعرفها كم ليح. مدام، نجم نسألك سؤال محرج شوية باش الصورة توضح أكثر. عندك شكون في حياتك؟ يعني عندك برنامج بعد الطلاق؟ سيد الرئيس سامحني، نجم تعفيني من السؤال؟ أنا يظهر لي حسب رأيي زيدوا تقعدوا مع بعضكم أكثر، هذه جلسة صلحية الأولى، إن شاء الله جلسة جاية تكونوا جاوزتوا الخلاف.
عندك شكون في حياتك يا ابني؟ نستخسر خبسني ما قص ذويفرك. ذويفري فتا نزيد نعمل لك المانيكير كان تحب. اسمع ونبه عليكم جاي نعاون فيكم مش بتسمعني الكلام. وسع بالك بيومي. وسع بالي ولا لا عذر فيها ضربه تخش علي يا بيومي. واه 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 شبيت دبدبنك تجيبو قصته تيجي ايش اسمك فضلك معاك جايه ان شاء الله. يا بالحق تغشش يعطيني لساني ديما متبري مني. حتى انت زي تفضلك معاها هذيك بيومي ما عنده وين يدور الريح راه. واه اسمه بيومي ها؟ هاي تروا كار موتني موتني الجمال والدرار والنهار الشتاء في رمال في رمال. طيفة نعاودوا نعاودوا. موتني موتني الجمال والجمال والجمال الشتاء في رباك في رباك. مشيتش نعاودوا نعاودوا. تروع كاوشمنت هاكا وسلام جوقة كاملة هتاني في الكلينيك هنا دار ثقافة هذي تخابة ما فما حد في الكونسرفاتوار استاذ يعني جبتهم معايا. ايه جبتهم معاك ما هو شوف في لاكوي شكون ينجم يتلهى بهم وانت تغني معاهم زي شباب با 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 بام با 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 بام. الموسيقى فن راقي يا دكتور. وهو كذا. تروى كاد تحني الياسمين في الليل اسمع والورد الحريحي رقصان علي اثنين تمسحني في دمعة جد المثالية. أنا ما نعرفش علاش إسا تفكرني في أمي سيسي. أنا تفكرني في ساندريان. إسا ساندريان؟ لا نقصد مرت بو ساندريان. نخيبك. سيدني يا أخي جلال ما طلبش اليوم؟ ما طلبش، أما سي توفيق قال يوم الجاي. ترى شنو سبته؟ إنا شوقي قال اللي هو عنده جلسة متاع طلاق كتير لحاك يطلق ضربة واحدة. هي نعم وزيد قال لي اللي هي طلبة طلاق رجع من منسبة اسمع كساكوتين يطلع من عمره. ساليتوش يعني بيتا ويا جماعة عنده جلسة صالحية بالك تصالحوا وتفهموا في الحكاية خايتي أمورهم. أنا هذيك علاش وخرت على العرس على المشاكل ذوما ترسيلي في المحاكم ونجري على النفقة أون بلوس رجال كل عقرب شوكتهم واقفة تعرفش على الضربة وين تجيك. انا اسيا عجبتني برشا فاست مأجلة العرس اما بربي سؤال واحد كيف ما اجلتش كيفاش بربي. يا محلقينا شوي صح عليكم اسم انا راني موت على الحلق بربي كل غزلتان تعال الزنال جلوية بتاع برشا. سامحني انتي مزروب بيهما. اي انا وخاتي قال لي نزيد نقعد اما مني مسافر لفرنسا قلت نعمل زاناليز تاعي هوني وخايتي سبيطاراتهم الغلي والكويش فعلي كارسول. انت ماشي لفرنسا تحوس ولا خدمه؟
واه يا فرنسا مزيد فيه خدام كيف باش نكتب صديقي غادي زين من الهمله والعزوبه يا زمرت الاستقرار ضربت يا وحايده مالا قالي دبرت فرنساويه واه فرنساويه راه في راسك وخايتي تعرف بيومي قبيله كي سمعت الطفله الصغيره تغني حسيت بحاجه هكا هكا صوتها عاجبك ليش من صوتها باش تبدا لي فيروز تي ليه معك كي تغني تحس هكا تغني بصدق والكلام اللي تقول فيه كأنه خارج من قلبها شنو هي الغناية؟ موطني موطني تم 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 تعرفها بيومي؟ بيومي حتى أنا واش كنا نحكي موطني موطني حبايبا نسيت النوم يا لوفي باش خليو عليا بلاصه الو سيرفيس دورجونس يا سليم المدينة العربي كلها زنيق ذويق والدار مازالت بعيد ايه تو كي العادة انا هز لارمور ميديكال وبيومي خلط علينا البرونكار برونكار برونكار ما ينجمش يمشي يعني عجلية تتكسر تخلي في مخك بيومي ايمو كي العادة يجيب البرونكار الصغير الاصفر اش معناها معناها مش زونا ابيير كل مرة هكا معاكم يا اخي انتوما وانت شكون قال لك اخرج معانا اش بيك تغزر لي نغزر وين نحب يا سيدي اسكتوش عليا انتوما توا مش باش نعمل سليم سليم ليش ليش هلقيت حل ليش جيت مدة تغرم بماكلتي كفتيجي ولا مقرونة حتى كذبة يهبط عليها بديه بسقيه لنهار أمي قتلي بنيتي هاو ماكلتك فيها العسل ليه يا أمي أمراني من طيب ونقلي كان بزيت نجمة من نهارتها بابا ما عودش حد زيقه في كوجينتي وامي تدكك عليا وتغني نجمة محلاها كلمة في فمي كلمة في فمي نجمة راك حرة استحفظ على صحتهم ورد بالك عليهم وودهم جولدينا بلوس راهي جولدينا بلوس غنيه بالاوميغا 3 وما فيهاش ترانس وكانك على الكوليسترول اتهنى ما فيهاش كوليسترول بالكل جولدينا محلاك محلاك